الصالحين اسمه الشيخ محمد بن الحنفية. والشيخ محمد بن الحنفية ده ابن سيدنا علي بن أبي طالب من غير سيدة فاطمة. يعني سيدنا علي تزوج السيدة فاطمة وأنجب منها سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، وبعد وفاتها تزوج امرأة أخرى وأنجب منها محمد بن الحنفية اللي هو من نسله سيد محمد أبو الناصر. وده جاء إلى مدينة رشيد بعد وفاة كربلاء، وحضر واستقام في هذه المنطقة، وكان يحفظ الأطفال الصغار القرآن الكريم وبيصلي بهم إمام. وبعد لما توفي أنشئ المقام ده هو، وبعدين خديوي إسماعيل بنى هذا المسجد خارج تاريخه تقريبا تقريبا وفاة الشيخ مثلا تتجاوز 950 سنة، لكن المسجد نفسه التجديد من 313 سنة أو من 213 سنة تمام. لكن طبعا ما حدش يعرف المسجد الاصلي بني امتى، لانه هو ما فيش تاريخ بس الكلام ده، لكن هو التجديد اللي حصل للمسجد من 213 سنه.